معايا لآخر العمر، هفضل بيكي أكاك كاك كاك كاك، عشان طبعا أنا ملك جمال الشرقية، مش لاقي الملكة اللي تسأل فيا، من ساعتها جاتلي سخنية ومش عارف أكاك زي الأول كاك كاك كاك. يا عيني عليا، محدش سائل فيا، مش عارفين موهبتي، مش عارفين قدراتي، إنني ملك جمال الشرقية. حطيت زيت، حطيت جاز، هفضل برضه ملك جمال الشرقية، صح ولا لا يا كاب؟ رد عليا. ساكتة ليه؟ اتكلمي. ساكتة ليه؟ اتكلمي يا كاب. انت الوحيدة حاسة بيا يا كاب، انت الوحيدة اللي في الدنيا دي كلها حاسة بيا ومعايا مونساني. الملكة اللي أنا بدور عليها مش عايزة تظهر، مش عايزة تقول خلاص تعالى يا ملك جمال الشرقية نتقابل وأوديها لك، وديكي لها هدية، مش عايزة تظهر ليه؟ أنا إيه يا ربي بس اللي بيحصل لي ده؟ ده أنا غلبان والله غلبان. مش مشكلة عادي، هيكون عندي إصرار وتحدي وعزيمة، هفضل ملك جمال الشرقية وهركب على البهيمة، وساعتها محدش هيقول لي راح فين ولا جاي منين، حتى لو الناس كلها اتنمرت عليا وقالوا كلام مش فيا، هفضل برضه ملك جمال الشرقية. يا عم مالكش دعوة بيا، دي القصيدة بتاعتي وهفضل ماسكها طول عمري، ومش هتنازل أبدا عن ملك جمال الشرقية. ايه يا ملك جمال، مالك؟ كلم نفسك. من غلبي يا أستاذ، من إيه؟ غلبي، من اللي أنا فيه، تنمر ماشي، شتايم ماشي، تعليقات سلبية ماشي، في ايه؟ هو انا عملت ايه؟ انا انسان عادي، كل مواصفات جميل وحلو خالص، الناس مش سايباني في حالي ليه مش عارف يا استاذ. ليه يا ملك جمال؟ ليه؟ ممكن يكونوا غيرانين مني؟ من جمال؟ اكيد طبعا غيرانين مني، من لحد دلوقتي انا بقالي بالظبط 10 ايام او 8 ايام يا استاذ عمال اقول عايز اقابل اي حد يتحداني في جمالي واشياكتي وانطت وحلاوتي، مش لاقي. ده وانت شياكتك ايه ما شاء الله، يعني ما فيش حد عايز عليها. فيش حد عايز يقول تعالى انا اتحداك، ما لقيتش حد يدل عليه. اول حاجه انت بتعمل كده ليه؟ انا مش بعمل يا استاذ، ديت فورمه ماشيه مع بعضيها. يعني ايه فورمه ماشيه مع بعضيها؟ يعني هو دي ملك جمال الشرقيه، لازم يبقى عنده جميع المواصفات القياسيه التي تتناسب مع الامور الدنيويه. ده كلام فصيح. اه طبعا معايا الفرخه كاك، هي الوحيده اللي حاسه بيا وبحاسه اللي بيدور في قلبي عشان خاطر الاقي ملك الجمال اسكندريه. قول لنا ايه حكايه الفرخه كاك بقى؟ يعني احنا دخلنا عليك لانك بتكلم الفرخه كاك. الفرخه كاك، انت عارف يعني الفرخه كاك؟ الفرخه كاك ديت هي فعلا مونساني علشان خاطر مفيش ونيس غيرها خالص. يا عم دي فرخه بلاستيك، انت هتهلس علينا؟ ايوه انا فاهم انها بلاستيك. انا ملك جمال الشرقيه، ملك جمال الشرقيه دوت يقول اي كلام هو زي ما هو عايز طول ما انا ماشي صح. خلاص محدش له حاجه عندي، انا جميل وحلو خالص اهو. ايوه مبين. حلو حلو، ما لحد دلوقتي ما لقيتش يا استاذه وانت يا استاذ ما لقيتش حد يتحداني بجمالي وشكلي وحلاوتي وانامتي وطعمتي. هو القصه بتاعتك هتاكل منك حته؟ اه طبعا. شعري دي يا استاذه انا زمان وانا صغير بجيب الجاز الابيض، الجاز الابيض ده الجميل الحلو يا استاذ، واجيب المشط الابيض اللي هو 5 نجوم باين، عارفه الفلايه بتاعت الامن اللي هو ايوه الجمل، ايوه الفلايه، واجيب الجاز واحط الجاز على المشط واسرح واكوت. تسرح ولا تفلي نفسك؟ لا اكوت. اه تعالى يا ولا نكت شعرك يا ولا، تعالى عشان نكت شعرك. كنت بكت شعري، ومن ساعتها بقى شعري سايح نايح رباني، ما بحطش عليه فيتامين ولا بروتين يا الله. اه سيبنا من حكايه شعرك، هنجيلها دلوقتي. احكي لنا بس، دخلنا عليك لانك بتكلم نفسك انت والفرخه كوك بتاعتك البلاستيك دي. الفرخه كوك لو تعرفوا ديت معناها ايه عن معايا. الفرخه كوك اللي انا من غيرها ما اعرفش كاك ولا كاكا واحده في حياتي. كاك 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 كاك، عايز الاقي ملك جمال اسكندريه، هي اللي عامله فيها دي كليه. انا صح ما رحتش الكليه بس عايز اقابل ملك جمال اسكندريه. صح انا ما رحتش الكليه بس عايز اقابل ملك جمال اسكندريه.
عشان اديها الفرخه القاق بتاعته واسلم عليها. ايوه بعد ما تديها الفرخه القاق بقى ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجات كتير. ايوه كفايه ان انا امتع نظري وابص على الحلاوه والطعامه والجمال والشياكه والاناقه بتاعتها. ليه؟ ان احنا ملوج زي بعض. اهم حاجه تكون شبه اكيد، وهتكون احسن مني كمان، ان دي ملكه، فالملكه دايما تبقى احسن من الملك. انا ملك جمال جمال الشرقيه، وان شاء الله بعون الله هوصل للعالميه، وساعتها اقول ايه مالكش دعوه بيا. طب ما تقول لنا بقى حاجه كده باللي بتقول ان انت ملك جمال. قصيده يعني؟ قصيده زرايب كده. انا عرفنا ان انت قعدت بناء الزريبه مره ثانيه. حاضر، انا عدتها بس، ولكن هقول القصيده الاولى اللي انا اتشهرت بها. ايوه اللي انا هفضل متمسك بها. ايوه انا في الزريبه ترعرع بين على وش طبعا، وفي عز نومي اتفزعت من نهيج الحمار وتنعير الجاموسه، اتحسدت بس يا بابا مقمقه المعزه في وداني، والنعجه في حضني مونساني، الكلب بره بيهو هو، والقطه جوه بتنونو، والفرخه قاق، والبطه باط. انا في الزريبه ترعرع، انا في الزريبه ترعرع، انا في الزريبه ترعرع. يا سلام، برافو عليك. الله. طبعا الزريبه دي مؤلفها في الزريبه. طبعا ده بيديني الوحي الخيالي الجميل في الزريبه، واقول الكلمات الجميله الحلوه خالص. وجالك الوحي قال لك ايه كمان؟ انا عبقرينو. ايوه عبقرينو. ايوه عم عبقرينو. الوحي قال لك ايه كمان؟ انت قول لنا عبقرينو ولا ملك جمال الشرقيه ولا ايه؟ هو من صفات ملك جمال الشرقيه ان انا انني من صفة جمال ملك جمال الشرقيه ان انا عبقرينو ذاتي، بفهم عندي بفهم المعلومه وهي طايره بفهمها، دي من صفه من صفاتي. بفهم. بتفهم ايه بقى يعني؟ طب قول لنا قصيده اللي انت قفلتها لنا المره اللي فاتت. حاضر. بحبك من قلبي ايوه، وبشطر فيكي قدام بهايمي ايوه، انت جوه العين والنني ايوه، وبسرح في عيونك السود الكبيره ايوه، انت جاموستي وحياتي، وبشرب من لبنك يوماتي، كوبايه الصبح وكوبايه بالليل، اروي قلب العطشان واقول مواويل ايوه. ايوه دي القصيده دي بقى انت مألفها لمين؟ للجاموسه. للجاموسه. بشرب من لبنها طبيعي. عشان امال ايه يا استاذنا؟ انا مالك جمال الشرقيه. انت؟ ايوه مالك جمال الشرقيه. انا مالك جمال الشرقيه. امال ايه؟ انا مالك جمال الشرقيه. باين واضح. يا عم مالكش دعوه بيا. ما تحطش ايدك علي. في ايدي. عشان انا مالك جمال الشرقيه وصل طول الليل لوحدي. والبلد كلها وشاهد شاهد من اهلها، والبلد كلها تشهد علي. وشاهد شاهد من اهلها، والبلد كلها تشهد علي من هنا لحد اسماعيليه. انت خسرنا بس، انت خيلتنا والناس ماشيه في الشارع تقول لي ازيك يا ملك جمال الشرقيه. ازيك يا ملك جمال الشرقيه؟ ايوه تمام. ما الراجل اهو طلع ما اعرفكش، بقول لك عليه العواط في ملك جمال الشرقيه. دي مش من عندنا البلد. خلي ما اعرفش دي، وهو بيحلف اهو. مش من عندنا. مش من عندكم البلد؟ لا مش من عندنا. مش من الشرقية؟ انت قلت لي الشرقية كلها عارفاني. لا الشرقية اللي هي في شارعنا. الشرقية اللي في شارعكم؟ لا امال حضرتك بتحسب المحافظة كلها؟ لا يا استاذ، اللي هو شارعنا بس. هو انتوا اسمه شارع الشرقية؟ شارع الشرقية في الشرقية. طب قول لنا القصيدة الثانية. ما هي بتقول ايه؟ اني ملك جمال الشرقية أسهر طول الليل لوحدي، يا عم مالكش دعوة بيا، ما تحطش ايدك علي، عشان اني ملك جمال الشرقية، سيبني يلا وروح، عشان انا رايح مطروح، وهقعد هنا مع المرجبية، انا مالك جمال الشرقية، انا مالك جمال الشرقية، انا مالك جمال الشرقية. بدل ما انت مالك جمال الشرقية هتروح مطروح ليه؟ هتنقلهم العدوى؟ لا حضرتك يا استاذة، اما اروح مرسى مطروح هروح مرسى مطروح عشان هناك هصيف. بس ما هو كده مش هيقدروا يقاوموا جمالك. على رأيك خليني هنا في الشرقية. ايوه خليك هنا وسطنا. الشرقية بتاعت بيتكم؟ الشرقية بتاعت بيتكم؟ الشرقية بتاعت شارعنا يا استاذ. ايوه طبعا طبعا. انا بسألك الشرقية بتاعت شارعنا. طبعا بتاعت شارعنا. انت من شارع مين يا حلو؟ انا من شارع ملك جمال الشرقية. انه يعني فيه اسمه ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ يا عم مالكش دعوة بيا، ما تحطش ايدك. يا عم ايه ده؟ انت هتجيب لي بلوة. سبحان الله.
شفت الناس ارزاق وحب من عند الله بيحبني صح بيحبني عشان كده بيحبك قوي بيحبني وانت خيلتني يا عم والناس كلها عارفاني وملك جمال الشرقيه الناس بتحبني كلها وطلع هو محدش يعرفها لا ده هو عارفني بس هو بيحاول يعني ايه يشجع اللايف يعني هو عارفك بس بيحاول يشجع ده حبيبي يا عم عمال يحلف 30 يمين اهو انه ما اعرف اهو بيحلف والله كمان بس مش من هنا مش من هنا لا طب يا جماعه عشان خاطر ما نحلفش كتير ده كان اللايف بتاعنا النهارده مع ملك جمال الشرقيه مع السلامه